السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم معاكم في نقطة كده كلنا تقريبا في أي انترفيو بيسألك ايه هو العمل على ارتفاع وسائل الحماية والكلام ده، فدايما بتلاقي كل الناس تقريبا بتجاوب السؤال ده غلط. العمل على ارتفاع تعريفه هو ايه؟ العمل على ارتفاع أكتر من 180 سنتي، اللي هي 180. هتلاقي معظم الناس بتقول لك كده، سواء سيفتي بقى بتسأل واحد مهندس مدني عادي أو مهندس معاك في الموقع أو فورمان، يقول لك العمل ارتفاع هو أي شغلانة على 180 سنتي. طبعا الإجابة دي غلط تماما، يعني لأن العمل على ارتفاع تعريفه العمل في أي مكان، أي مكان على سطح الأرض أو فوق مستوى سطح الأرض أو تحت مستوى سطح الأرض، لو أنا وقعت منه مسافة هتأدي لإصابة شخصية ليا بسبب السقوط ده، يبقى ده العمل على ارتفاع. العمل في أي مكان، أي مكان سواء على سطح الأرض أو فوق الأرض أو تحت الأرض، لو وقعت منه مسافة معينة مهما كانت المسافة دي كام، محدش قال لك متر في 2 متر، مهما كانت المسافة تؤدي الإصابة، احتمالية يعني إنها تؤدي الإصابة بسبب إيه؟ عملية السقوط ده أو خطر السقوط ده، فده يعتبر العمل على ارتفاع. أمال إيه حوار ال 180 سم بقى؟ النقطة دي دايما مرتبطة بذهن البني آدم بموضوع القاعدة العامة، اللي هي إمتى أبدأ أوفر وسائل حماية لخطر السقوط. القاعدة العامة بتقول لك عند ارتفاع أكتر من 180 أو أكتر. طب الأقل من كده؟ أه ممكن، بس دي القاعدة العامة. ليه؟ ممكن مثلا تبقى شغال فوق ماكينة تروس، الماكينة نفسها مكشوفة ملهاش غطا بتاع، فلازم توفر وسيلة حماية تمنعك إنك تقع على ماكينة التروس دي. إنما القاعدة العامة هي ال 180 سم، اللي هي ببدأ أوفر أحد وسائل الحماية من خطر السقوط. تمام كده؟ النقطة الأهم اللي احنا عايزين نتكلم فيها أو البروسيجر المهم في موضوع العمل على ارتفاع، مش بس مجرد تعريفه، إنما الإجراء بتاعه إيه؟ قبل ما تفكر في أي حاجة حاول تتجنب العمل على ارتفاع، لأن طبعا مخاطر السقوط دلوقتي في الأيام اللي احنا فيها ديت ومن زمان الكلام ده أكتر حاجة بتسبب مخاطر وحالات وفاة في المواقع الإنشائية المختلفة. يبقى تحاول انك تتجنبه. ما قدرتش اجيب معده مناسبه لتاديه العمل دوت وتكون فيها السيفتي بريكوشن بتاعتها، زي استخدام المان ليفت، السيزر ليفت، الكلام ده، السقالات، ما قدرتش ابدا بقى اوفر بقى حاجه تقلل موضوع خطر السقوط زي حزام الامان، الهاند ريل، الكلام ده. المهم ان الناس كلها تبقى على درايه بالعمل على ارتفاع، ان المكان ده عمل على ارتفاع، ان هو دوت شغال على ارتفاع، ان هو موفر وسائل الحمايه من خطر السقوط، استخدام المعده المناسبه الاول وبعد كده توفير وسائل الحمايه. الكلام ده كله لازم ناخده بعين الاعتبار، عشان بس لما تتسال في انترفيو ايه هو تعريفك لعمل ارتفاع ما تقولش 180 سم خالص. قول هو العمل في اي مكان سواء سطح الارض او على سطح الارض او تحت سطح الارض. حتى يعني انت ممكن شغال مثلا سقاله جوه حفر تحت سطح الارض، بتقع من عليها تبدي الإصابة، يبقى ده برضك عمل على ارتفاع. شغال على سطح الأرض بالظبط وجنب منك مثلا فتحات منهول، لو وقعت فيه يؤدي الإصابة، ده عمل على ارتفاع. وصلت؟ يبقى مفيش موضوع ال 180 سم. ال 180 سم دي القاعدة العامة اللي عندها بتبدأ توفر أحد الوسائل حماية من خطر السقوط. شكرا.